بونجور، معكم دكتورة ميسان حمودة، أخصائية جلدية وتجميل. حابة أحكي اليوم عن موضوع التقشير لأنه الطقس كتير حلو. قبل ما يصير صيف، فنحن هلأ بالشتوية بنقدر نعمل تقشير. بيسألوني شو هي أنواع التقشير. في عنا أنواع من سوبرفيشال، يعني سطحي كتير، للتقشير العميق يلي بنستخدم فيه المواد الأتقل. التقشير السطحي بنستخدم فيه أحماض الفواكه، وكل ما كان التقشير أعمق كل ما استخدمنا مواد أتقل مثل التي سي اي والفينول. أهم شيء لازم تعرفوا إنه لازم نحضر البشرة قبل التقشير لحتى ما يصير في عنا أي إف سيكوندير أو مضاعفات بعد التقشير مثل التصبغات أو البوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن.